كوك ستوديو مقدم لكم من طرف كوكاكولا. اليوم عندنا أغنية يمين عبد السلامة، وغادي يغنيها معنا طبيعة الحال سي رشيد بالرياح، وعندنا يونس. وصل عند موزعنا محمد علي، واحد من الأعمدة الأساسية الفن الراي في المغرب، اللي بدأت مسيرته في الثمانينات وبقات مستمرة ليومنا هذا، اللي هو فنان رشيد بالرياح. والشاب يونس اللي بدأت مسيرته الفنية سنة 2003، والأغنية اللي خلاته معروف أغنية مول شاطو اللي صدرت سنة 2017. اللي قالوا لي يونس بون فرحت بزاف، جيم بوكو سافوا سي رشيد بالرياح، اللي الاغنيه ديالو سا ريبريزونت اون بارتي من لا جونيس ديالي. باغزومبل لا شونسون ديال يمين عبد السلامة، اغنيه اللي عندها 33 عام، غيكون واحد لو ميلونج بين هاد الاغنيه هادي وواحد لو جون غادي يجي انتربريتيها، يعني نوفيل جينيراسيون. نوفيل جينيراسيون كان واقيلا الاغنيه كبيره عليك. لا لا قدي بيرا تعرفك ملي كنتي صغير. اكزاكتومون الجيتار ولا صافي رونت ولا فوت يغني في واحد البلاصه السيد واحد الناس تجمعوا هو زين. لونكوراجمون كتحس براسك كتولي كتحس براسك كتعطي. يمين عبد السلامة انا غنيتها في 84 بون، عطاتني حنا يعني جده ديالي اللي عطاتني الكلام ديالها، كانت تغنى قديم يعني في الخمسينات ولا الاربعينات، الله يرحمها مسكينه، وكان ديما تطلب مني باش نغنيها، وخديت انا هذيك بعض الكلمات من عندها ودرت لها الكلام ديال كتبتي ديال شربت من راس العين ميكال مازين، وتسجلت في اون 84. يا مينا بالسلامه بالسلامه لما والكارب شاريه. ماشي اغنيه اللي ماشي اغنيه اللي سهله، يعني فيها واحد الموال اللي هو في واحد اللي هو كيدوموندي واحد لا كاباسيتي فوكال. اللي جينا نسمعوا الاغنيه القديمه ونسمعوا الاغنيه الجديده سان غيان افوار، يعني بحال الاغنيه كامله تعاودت من دو جديد. شربت من راس العين ومنين كان المزيان. حتى الاخ يونس يعني حتى هو عطى واحد الصبغه لا شونسون ديالي، وغنينا اون ديو انا وياه، الصراحه غادي تكون شي حاجه طوب. دابا غادي نبداو اللايف ديال اغنيه يمين بالسلامه مع يونس ومع السي رشيد بالرياح. حنا متحمسين بزاف، والدراري تبارك الله ضابطين المسائل ديالهم، تو باسي دون لي ميور كونديسيون، ان شاء الله يكون خير. كما كيقولوا جا وقت الحزم، اصعب حاجه هي ملي كتغني اللايف، سيرتو واحد لا شونسون اللي طبعت المسيره الفنيه ديالي. ما بقى والو باش ندوزو ان شاء الله في اللايف، دونك كونسونطراسيون ان تي بو افون لو باساج باش ما نزقلهاش، فهمتيني؟ خايف لا نراطيها. غادي جو فيم كونسونتخي ان شاء الله، كوم سا اون فيغ ان بو باساج، اون فادوني لو ماكسيموم كوم سا ان شاء الله تو لي تيليسبيكتاتور ابريسيورون هاد لو باساج. نسمعوا لاول مره نسخه كوك ستوديو بروح مغربيه كما سمعها الجمهور اول مره سنه 1984، يمينه بسلامه مباشره مع يونس ورشيد بالرياح. كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا.